الحقيقه ممكن ندي امثله كتير على اماكن اللي ممكن تتواجد فيها الاجهزه الطبيه. ممكن تبقى موجوده في منزل المريض، ممكن تبقى موجوده في الامرجنسي روم، وطبعا الامرجنسي روم بيبقى فيها ناس كتيره وتبقى فيها بانيك، بيبقى فيها ناس جايه طبعا مصابه، ممكن تبقى يعني اصابات جسيمه مثلا من حوادث حاجات زي كده، فدايما بيبقى فيها كايوس كده، بيبقى فيها الدنيا متلخبطه جامد قوي، وده ساعات بيبقى فيه حاجات ما بتبقاش مترتبه، وطبعا بيبقى فيه نويز عاليه، وبيبقى فيه ديستراكشنز، في حاجات كتيره، او ممكن ان هي تبقى موجوده في الامرجنسي روم مش موجوده مثلا في البيشنت هوم. ممكن تبقى موجوده في الاوبريتنج روم. الاوبريتنج روم طبعا بتتميز بان هي لازم تبقى ستيرايل، لازم التعقيم بتاعها عالي جدا، بيبقى فيه طبعا يعني تركيز على العمليه نفسها، ويبقى الناس مركزه في الحاجه اللي بتحصل، اللي هي الجراح بيشتغل في ايه بالظبط جوه العيان، فممكن الحاجات اللي خارج الفوكس ده ممكن برضو ما تبقاش متعرضه ل يعني ما تبقاش يعني في تركيز على الاوتبوت بتاعها قوي زي ما هو موجود مثلا في حاجه زي يعني مكان تاني جوه المستشفى. وبنتكلم على الاوبريتنج روم برضو بيبقى فيها الكشاف بتاع اوضه العمليات، برضو ممكن ان هو يعمل ريفلكشن مثلا على الديسبلاي بتاع الجهاز بتاعنا، ممكن يعمل لنا ديستراكشن برضو ما نقدرش ان احنا نشوفه كويس. في حاجات برضو في الاوبريتنج روم، كونديشنز موجوده في الاوبريتنج روم لازم ناخدها في اعتبارنا. في الكاث لاب، كات لاب برضو يعني شبه الاوبريتنج روم بس برضو له ريكوايرمنتس مختلفه. ممكن ان احنا نبقى البيشنت بقى يبقى الاوضه العاديه بتاعه البيشنت اللي جوه المستشفى، اللي هي الاوضه العاديه اللي بيبقى موجود فيها، ممكن تبقى موجوده في تيست لاب يعني في المعمل بتاع المستشفى، ممكن الجهاز ده يبقى موجود في الموبايل ايمرجنسي هوسبيتال، يعني بتكلم مثلا على المستشفيات الميدانيه مثلا اللي بتبقى موجوده لما يكون في كارثه بيئيه او في عندي حادثه كبيره او يعني كارثه يعني موجوده، بحيث ان يبقى في عدد من الاطباء بيكونوا او بيعملوا مستشفى ميدانيه يبقوا شغالين فيها، ممكن الجهاز يتواجد فيها. ممكن يبقى موجوده في الترانسبورت روتس ان هوسبيتال اور كلينيك، يعني موجوده مثلا في يعني موجوده مثلا لو البيشنت مثلا بيتحرك على سرير مثلا بين الاماكن المختلفه وبعضيها جوه المستشفى، ممكن يبقى الجهاز لازم يبقى معاه وهو بيتحرك. ممكن نتكلم على ان هو يبقى موجوده بقى في ايمرجنسي ميديكال ترانسبورت هليكوبتر والامبولانس، يعني في عربيه اسعاف او هليكوبتر بتاعت اسعاف. ممكن تبقى موجوده بقى في الشوبينج مولز مثلا والاير تيرمينالز ايرلاين تيرمينالز، يعني ممكن تبقى موجوده مثلا كبابليك اكسس مثلا ديفيبريليتور، بحيث لو واحد جاله ازمه قلبيه ممكن على طول ناخد الجهاز ده ونسعفه على طول قبل ما يحصل له طبعا ايه فيرذر كومبليكيشن. ممكن طبعا تبقى موجوده في اماكن العمل او موجوده جوه الطيارات كمان، فطبعا اماكن مختلفه كتير قوي بنتكلم عليها، فلازم كل واحده من دول نبتدي نتعرض للحاجات الاساسيه اللي بتختلف بينها عشان نقدر ناخدها في اعتبارنا في تصميم الجهاز الطبي.